السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم كل متابعيني أينما كنتم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو اليوم فيديو جديد وشرح جديد عن تحديث اليوتيوب. اليوتيوب كل شوية بيعمل تحديثات، آخرها تحديث جاني من شوية إن أنا أحدث اليوتيوب. بجتني رسالة بفتح القناة بالصدفة، لقيت أول حاجة ظهرالي بيقول لي حدث لديك ميزات جديدة ورائعة. ما يبقى ايه الميزات دي؟ واول حاجة احنا اصلا ازاي نعمل تحديث لليوتيوب لو انا ما جاتنيش الرسالة دي ولا على قناتي ما شفتهاش مثلا؟ طبعا بروح على متجر بلاي، كلنا عارفين طبعا المتجر اللي هو ده، وبفتح واروح اعمل تحديث لليوتيوب باستمرار. انا لما بعمل تحديث دي حاجة كويسة ليا، واي ميزة او اي حاجة جديدة نزلت أقدر أعملها. كل شوية طبعا هو بيعمل تحديثات، وهنا بفتح هنا المتجر، وهنا جايب لي المثبتة والمكتبة والتحديثات. بضغط على كلمة التحديثات، وهنا جايب لي بيقول لي هنا فوق هنا باللون الأخضر هي تحديث الكل. طبعا لو أنا عايز أحدث كل البرامج اللي عندي على التليفون زي ما انتم شايفين، دي هي كل البرامج. بضغط على تحديث الكل. لو انا عايز احدث مثلا استوديو اليوتيوب بضغط على الاستوديو او الماسنجر او الجومايل او البرامج اللي هي كلها عندي، او الواتس او جوجل كروم او فيسبوك، اي حاجة. لو انا عايز اعملهم واحد واحد او احدث حاجة معينة منهم بضغط هنا على كلمة تحديث وبيتم التحديث. هنا بتروح اهو بتختار، او اليوتيوب مثلا اهو بتضغط هنا على ايه على اليوتيوب، وبيقول لك ايه بيتم التحديث ويكتمل التحديث، وبعدين بيقول لك فتح. انا طبعا حدثت اهو، فبيقول لي هنا فتح. طيب خلينا ندخل هنا على اليوتيوب ونشوف ايه التحديث اللي حاصل في اليوتيوب. انا هفتح قناتي عادي وهدخل عليها. اولا كده مبدئيا كنت لما هنا تفتح دول اتغيروا الشكل بتاع كلمة قناتك هنا والكلام ده، كانت بتيجي كان لونهم مختلف غير دول. طيب ايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية ان انا لما اجي افتح القناة جاي لي هنا بيقول لي تعديل القناة وادارة الفيديوهات. ما كانتش دي الاول طبعا، ما كانتش ده التحديث الجديد، تعديل القناة وادارة الفيديوهات. يعني ايه تعديل القناة؟ لما بتضغط على تعديل القناة وهنا تعديل لمحة، هنا جايب لك هنا لمحة اهي، وانت كاتب قناتك بتتكلم عن ايه، والوصف طبعا كله بتاع قناتك. ولو انت عايز تغير هنا الاسم بتاع القناة بتضغط هنا وبتغير الاسم. عايز تغير في لمحة وتعدل فيها هنا بتغير في لمحة وبتعدل فيها، او عايز تضيف رابط فيسبوك او رابط الانستا او رابط اي موقع ليك تاني خارج اليوتيوب بتقدر برضو هنا تضيفه على لمحة زي ما انتم شايفين. لو انا عايز اعدل على الكلام او امسح او اضيف اهو مثلا امسح واكتب وكده، عايز اضيف رابط بضيف الرابط هنا وبضغط هنا اهو، وبيقول لي لصق، وبعمل مثلا اهو مثلا كده انا لصقت الرابط اللي انا عايزه اهو. مثلا لو ده رابط مثلا الفيسبوك او الانستجرام او اي رابط بضيفه على لمحة بضيفه بالطريقة دي. وده طبعا تحديث جميل جميل جدا. يعني لو حد عايز طبعا ايه يعمل في لمحة او يضيف روابط هنا في لمحة لبتاعة البرامج بتاعته. وهنا برضو جيب لك تغيير الصورة، هنا تقدر تضغط على الصورة بيقول لك اختيار صورة. لو انت عايز تغير الصورة الشخصية لقناتك بتضغط بيقول لك هنا التقاط صورة ولا اختيار من صورك. مثلا لو اختيار من صورك هنا بتضغط بيظهر لك الصور اللي عندك هنا هي في الاستوديو، وتقدر تختار اي صورة منهم وتحطها كصورة شخصية للقناة بكل سهولة، بمجرد ما انك انت بتختار الصورة وبتضغط عليها هنا بيقول لك ان هو تم. يعني انا ممكن اغير الصورة اللي انا حاططها برضو علشان حضراتكم تعرفوها. تمام، احنا مثلا هختار اي صورة دلوقتي كده، مثلا هختار مثلا الصورة دي على سبيل المثال. لو انا ضغطت هنا على الصورة دي هنا بقى اهو بقدر اختار الصورة كده وبظبطها هنا بالطريقة دي كده مثلا،
تمام، وبضغط هنا على كلمة حفظ فوق وبيقول لي تم الحفظ وبيتم تغيير الصورة. بمجرد ما تضغط على الصورة فيه دايرة وعليها علامة الكاميرا اهي، بتضغط عليها بيجيب لك الصور اللي في المعرض عندك وتختار الصورة اللي انت عايزها، وكده بتغير صورة قناتك بكل سهولة، مش لازم تدخل على جوجل كروم ولا اي شيء. طيب ايه كمان الميزة الجديدة اللي حصلت؟ هوريكم كمان الميزة الجديدة اللي حصلت دلوقتي. انت هتدخل مثلا على قناتك وليكن على اي فيديو في قناتك مثلا. طيب مبدئيا كده كنت الاول لما تيجي تضغط على اللايك، على زر اللايك، كان باللون الاسود، ودي كانت عاملة مشكلة، ما انت ما تعرفش نفسك ضغطت اصلا ولا حطيت لايك ولا ما حطيتش ولا ايه القصة. كان اللايك باللون الاسود، دلوقتي بيجي اللايك باللون الابيض اهو، زي ما شايفين لون فارغ، ابيض فارغ، بتضغط عليه بيبقى عليه علامة سوداء، بتضغط على الديسلايك بتبقى عليه علامة سوداء، ما ضغطتش عليه بيبقى ابيض فارغ، لونه ابيض من الداخل. طبعا دي برضو ميزة جديدة، ميزة حلوة برضو. انت الاول كان الواحد لما كان من كام يوم التحديث اللي كان انك انت كان اللايك اسود، بتضغط على اللايك بيقول لك تم، بيقول لك تم الاعجاب بالفيديو، وانت مش عارف تم ولا ما تمش، هو نفس اللون. لكن كده انت هو ما بيكونش، لما بتكون لسه ما حطيتش اللايك بيكون ابيض فارغ، بتضغط عليه بيبقى كده لونه اسود، والديسلايك هو نفس القصة، معلهوش ما حطيتش اعجاب بيبقى بيبقى الديسلايك عندك برضو ايه، ابيض فارغ، لما بتضغط عليه بيبقى لونه اهو زي كده برضو زي ما انتم شايفين كده اهو، ابيض فارغ، والديسلايك ابيض فارغ، بتضغط بتحط الاعجاب بيجي لونه اسود. وده برضو تحديث من ضمن التحديثات اللي عملها اليوتيوب، تحديث برضو حلو ان هو بيجي مكان ازرق الاول بعدين خلاه اسود، تيجي تحط اللايك مش فاهم حطيت ما حطيتش تتلخبط، لا دلوقتي بيجي ابيض اهو سواء اللايك او الديسلايك. ده كده بالنسبة للتحديث اللي هم عملهم اليوتيوب زي ما انت قلت لكم، تعديل القناة. وهنا ادارة الفيديوهات برضو، هنا بتضغط برضو هنا على ادارة الفيديوهات هنا، وبتضغط تقدر تعمل قائمة تشغيل او تقدر تحذف فيديو او تقدر تعمل تعديل او مشاركة للفيديو من هنا برضو. ودي الميزات اللي هي اخر تحديث نزله اليوتيوب. يا رب يعجبكم الفيديو والشرح، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في قناة وعد الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.